أنا بس يعني حابة إن أنا أأكد على بعض النقاط. اتفضلي يا أولاً فندم. الاهتمام بالمصريين في الخارج ليس له علاقة فقط بالتحويلات وماذا يعني يقدمونه من تحويلات إلى ممتاز جمهورية مصر ممتاز جدا، عربياً صحيح. من بالضبط كده. ومصر مش ناوية، والحكومة هذه الحكومة ليست لديها أي نية لا استقطاع جزء ولا كل ولا نسبة من التحويلات ملك للناس اللي اشتغلوا بيها وتعبوا فيها، ولما يحولوها هتفضل ملكهم وهتفضل الفوائد اللي عليها والودائع الخاصة بيها والقروض الخاصة بيها ملكهم تماما. نحن لا نتدخل في الحسابات الشخصية لا للمصري في الداخل يا فندم ولا للمصري في الخارج، وعايزة ده يكون واضح تماما. سياسات وزارة الهجرة زي ما حضرتك بالضبط قلت، هي طبعا ان احنا بنحفز المصريين في الخارج هو تحفيز على الارتباط بمصر بشتى الطرق والاتصال مع مصر بشتى الطرق، لان زي ما قلنا البعيد عن العين مش بعيد عن القلب، صحيح والمواطن المصري في الخارج وفي الداخل هو محور عملية التنمية سواء كانت التنمية المستدامة او التنمية المحلية الوطنية. التنمية هذا المواطن ومصلحته هي في عمق سياسة الحكومة المصرية، وبغض النظر عن هذه السياسة إن المواطن المصري إحنا بنستهدف إن هو يعرف إن دولته في ظهره ودولته بتسنده ودولته بتوجد كافة الأشكال من البرامج اللي هي تقع في صالحه بشكل أو بآخر هو وأبنائه وأحفاده. إحنا اتصال العملية الخاصة الأعمدة والاستراتيجية العمل الخاصة بوزارة الهجرة بتتعلق بالتواصل مع المواطن المصري، دعم المواطن المصري في أي دولة هو فيها.